النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلنت مجموعة انفيست كورب للاستثمارات البديلة التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها ومؤسسة الاستثمار الصينية إطلاق منصة للاستثمار في الشركات عالية النمو في المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية بحجم مستهدف يقدر بمليار دولار. وقالت انفيست كورب أن المنصة التي ستحمل اسم الأفق الذهبي من انفيست كورب ستحظى بدعم مؤسسات استثمارية وخاصة ذات السمعة الطيبة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مؤسسة الاستثمار الصينية وهي أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. وللحديث حول أسعار الذهب وأهمية تنويع الاستثمار في الوقت الحالي، يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف من دبي الأستاذ جورج خوري، المدير العالمي لقسم الأبحاث والتعليم لدى CFA. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. بداية، نلاحظ إقبال كبير على الذهب في جمهورية الصين الشعبية في الفترة الأخيرة، ما هي الأسباب الرئيسية لهذا الإقبال؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. بالنسبة لليوم، هلا بالنسبة للإقبال الكبير عم نحكي عن الذهب بالأخص كسلع لأغلب المصارف المركزية، مش بس على المصرف المركزي الصيني. أكثر شيء إذا بيجي بتطلع عنا من سنة 2000 تقريبا و24 بداية 2024 لهلا، يعني نحكي 3 شهور، برايب إنه في عندي طلب كبير جدا من المصرف المركزي الصيني، المصرف المركزي الروسي والمصرف المركزي التركي بالتحديد. هلا إذا بيجي بتطلع على أبعاد هذه الأفعال، بنلاحظ إنه نحن تقريبا من سنة كنا عم نشوف مخطط اختراع عملة البريكس اللي كانت عم تحصل بين روسيا والصين والبريكس أورجانيزيشن بشكل عام. فهذا الشيء بيوضح لي أكثر الطلب اللي عم يتزايد تدريجيا من قبل هذه المصارف المركزية، اللي على أساس احتمال كبير يكونوا عم يطلقوا عملة البريكس للتجارة ما بين دول البريكس، ورح تكون مدعومة أكثر شيء بالاحتياطي المتواجد بالذهب، يعني ذات اللي حصل تقريبا من بعد الحرب العالمية الثانية، وما شفنا أن الولايات المتحدة كان عندها احتياطي كبير جدا من الذهب. نعم. وعلى أساسها تم تثبيت معظم السلع والعملات على الدولار الأمريكي كم الفدرالي كان عنده من أكبر الاحتياطي بالنسبة للذهب، فاحتمال كبير جدا يكون هيدا السيناريو الأكبر المتواجد حاليا، غير توقعات بالنسبة لأسعار الذهب للوقت الراهن بعد احتمال انه تكون عم ترتفع تدريجيا، يمكن حتى نشوفها على مستويات 3000 دولار للأونصة. نعم، طيب هذا يقودني الى سؤال اخر، ما هي اهميه تنويع الاستثمارات في المرحله الحاليه خاصه مع وجود توترات جيوسياسيه في المنطقه؟ اكيد مهم جدا الدايفرسيفيكيشن او التنويع. على نحن اذا نجي نطلع على المحافظ الرئيسيه اللي هي ال 60-40، كنا نشوف تقريبا استثمار بحدود ال 40% بالاسهم و 60% بالصناديق الى حد ما، او بتقلب 60% تقريبا بالاسهم و 40% بالصناديق حسب الريسك ابيتايت. حاليا بنشوف انه في عندي تنويع بعد اكثر لازم يكون عم يحصل، اللي هو بالنسبه لدخول الذهب بالمحفظه، ان كان عم نحكي نحن على متداول بالتجزئه ريتيل ايجنت لحد ما. فمحبذ انه يكون لمواجهة التوترات الجيوسياسية ومواجهة التقلبات بالأسعار القادمة، واللي كمان صرنا تقريبا شهر عم نشهدها، إن كان على المؤشرات الأمريكية ولا المؤشرات العالمية والأسهم العالمية، لازم يكون في عندي تنوع. هذا التنوع بيكون ما بين السندات العالمية، بيكون على الأسهم أكيد، وكمان على العقارات ريل استيت، وعلى الذهب. الذهب إذا بيجي بتطلع فيه أنا تاريخيا من تقريبا 20-30 سنه لورا ارباحه كانت عم تتجاوز 10% محدد سنوي تقريبا، فهذا الشيء بيعني لازم يكون متواجد
في المحفظة تبعي يمكن يقدر يكون ما بين ال 20% 25% من المحفظة، وال 20% ل 30% المتبقية بتكون بالسندات، والباقي بيكون موزع على بين أسهم وعقارات. ولكن بالنسبة للأسهم لازم يكون في عندي تنوع ما بين الإيمرجينج ماركتس والديفلوبد ماركتس الفعليين. عم نحكي على الأسهم التابعة لبلدان مثل البرازيل، مثل اليابان، مثل الصين، غير عن التنوع المتواجد رح يكون بأسهم الولايات المتحدة والأوروبية اللي مشهورة أكثر كانت عبر التاريخ. نعم، الأستاذ جورج خوري المدير العالمي لقسم الأبحاث والتعليم لدى CFA كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.